أحد الأشخاص وهو رجل معروف لا أسميه. هذا الرجل تزوج، ولكن الله سبحانه وتعالى ما امتن عليه بالذرية، ما أعطاه الذرية، ما كان عنده ابن، ما كان عنده بنت. وطبعا تعلم أن البيت اللي ما في أولاد، البيت اللي ما في ذرية، هذا بيت لا حياة فيه. وحقيقة هذا الأب وهذه الأم يعيشون في حالة نفسية سيئة. أسأل الله سبحانه وتعالى الأفراد الذين يعانون من هذه المشكلة أن الله يرفع عنهم هذه المشكلة. يقول هذا الأب عاش عمر طويل ويسأل الله تعالى، ولكن الله لا يستجيب له إلى أن بلغ عمره 45. في يوم من الأيام واحد يدق الباب، يأتي ومعه كيس كبير. من هذا؟ هذا جيرانهم. يقول هذا الجار، واحد يجب أن يراعي في كلماته، يراعي المشاعر، لا يتكلم بكلمة انطلاقا من حالة غضب أو ما أشبه ذلك. جرح قلب المؤمن هذا عظيم عند الله، واحد لازم يواظب. المهم فتح الباب يشوف جاره ومعه كيس كبير، يقول لهذا الرجل اللي ما عنده أولاد، يقول إحنا عدنا في بيتنا أولاد وعنده أولاد وقطط، أنت في بيتك ما عندك لا أولاد ولا قطط، خذ هذه القطط حتى تكون بمثابة أولادك، ويرمي بالكيس. هذا الرجل يغلق الباب ويروح إلى جانب من جوانب الغرفة ويبكي بصوت عار ويخاطب الله سبحانه وتعالى: يا الله، حالتي وصلت إلى هذا الحد اللي جاري يسخر مني ويكلمني بهذه اللهجة. في ذلك العام يشد الرحالة ويذهب إلى بيت الله ويأتي بأصدقائه، يقول لأصدقائه: أنا أدعو وأنتم أمنوا على دعائي. يقول: يا الله، وهؤلاء الذين معه يؤمنون على دعائه، اللهم آمين. يقول: بمجرد أن رجع إلى بلده رزق بأولاد. عدد تلك القطط التي جاء بها الجار كانت 11. الله سبحانه وتعالى رزقه ب11 ولد. بعد ذلك العمر الطويل الله سبحانه وتعالى من عليه بدعاء واحد في تلك البقاع المقدسة بهذا الشيء.